هاد العقار اللي غادي نقوم بالوصف ديالو النوع اللي هو مطلوب ومطلوب بزاف. علاش مطلوب؟ اعزائي المشاهدين، اليوم العقار اللي كتشوفوا فيه جيبوا لكم بثمن ديال 31 مليون، نقدر نهضروا على ابتداء من 31 مليون ممكن تدي شقه من فئه ديال السكن المتوسط، واللي كتواجد في عماره اللي هي صغيره 1+2، بما معناه فقط جوج ديال الناس اللي كاينين عندي في الطابق. عماره بالمواصفات اللي كتبغي، الهدوء، حي اللي هو زوين وحي اللي هو جديد. اما بالنسبه للفينيسيون ديكورات فهي فينيسيون ديكورات اللي معتبره كما كتشاهدوا معايا. مثلا شوفوا معايا الغرفه ديال النوم، فيها حتى هي بلاكارات من ام دي اف، داكشي اللي كنشوفوا في الشقق الراقيه. كنقول لكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم والف مرحبا بكم من جديد مع طارق في العروض العقاريه المختلفه وفي قناتكم افائد، بما معناه اشار هوم بلوكاسيون، قناه مختصه في مجال البيع والشراء في العقار. كنقول لكم حتى نتوما اللي كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع، فانا رهن الخدمه رهن الاشاره ديالكم. اجي نوريكم الفصله ديال هاد الشقق، كما قلت لكم ابتداء الثمن ديالهم هو ابتداء من 31 مليون، بما معناه الطبق الثاني بقى فيه شقه وحيده حاسبينها ب 31، اما بالنسبه للطبق الاول فحاسبينها ب 32 مليون، وهذا العقار ربما يكون هناك نقاش مع اصحاب العقار. عندي المدخل ديال العقار هو هذا، ولا المدخل ديال الشقه هو هذا، كما كتشوفوا معايا فيهم ابواب اللي هما خشبيه، فينيسيون اللي لحقها طريقها. بالنسبه للصباغه، الصباغه ديال الديكور من نوع ديال الخيال او بلاتينيوم. عندي هنايا في المدخل عندي طواليت اللي هي بلديه، وممكن تكون ديبارا، ممكن تكون بلاصه فين كدير الماكينه ديال الصابون. وعندي هنا المطبخ ديالي، مطبخ خشبي ممتاز. اما بالنسبه للشوفه والحي فين كنتواجد فهو حي نموذجي، يعني حي جديد وكيتواجد على مقربه من واحد من اكبر الشوارع بمدينه مكناس، الا وهو شارع محمد السادس. كنقول لكم مرحبا بكم الف مرحبا بكم من مدينه مكناس. كنصور لكم العقار ديال اليوم، حتى نتوما بالدور ديالكم ما تنساونيش بالضغط على زر الاعجاب والبارطاج ديال هذا الفيديو مع الاهل والاقارب والاصحاب. ربما يكون هناك شخص ما في مكان ما يبحث عن مثل هذا العقار. كنعاودها بالثمن ديال 31 مليون بالنسبه للطابق الثاني، وبالنسبه للطابق الاول فهو 32 مليون في R+2. كما شفنا دابا عاد شفنا المطبخ، شفنا عندي الصالون ديالي هو هذا بهذا النقش وهذه الديكورات اللي هي ممتازة. أما الغرف فهي غرف ذات حجم متوسط ومقبولة ومطلوبة، هي هذه الغرفة رقم واحد. بالنسبة للأرضية ديالها كلها في هذا النوع، هذا منزليش اللي عنده هذه الإيحاءات وكأنك كتمشى على الخشب. بالنسبة للسقف كله ديالو بالإضاءة ديال السبوت، دويرة اللي محققة ومقادة وقريبة فاش كنلقاو بحالها، لأنها كتندرج في إطار السكن المتوسط. عندي حمام هنا، دوش، طواليت ديالي كاينين هنا. كيبقى عندي اخر شيء نصورو عليه وهي الغرفة الثانية، فيها جوج ديال غرف العقار بمدينة مكناس على مقربة من حي كاملة. هذا هو العقار ديال اليوم، كنتمنى الوصف يكون خفيف ظريف، وكذلك اللي بغي بغى يشوف شي واحد هذا العقار فما يلا يتصل والتواصل معي. كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في عروض مقبلة إن شاء الله مع طارق ومع في قناتكم أفائل.